ونواف يلعبها لمسة لناصر جميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة تأهل نادي الهلال السعودي لكرة القدم لنهائي دوري أبطال آسيا، يتقدم الطلب المبتعثون بولاية فيكتوريا الإسترالية بخالص التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولكافة الشعب السعودي بهذا الإنجاز الرياضي الآسيوي. يتقدمون بخالص الشكر والثناء للرئيس العام لرعاية الشباب ولنادي الهلال على هذا الإنجاز المشرف والذي يفتخر به كل مواطن سعودي. كل مشجعين الرياضة على مختلف انتماءاتهم وميولهم الرياضية، ونحن إذ نهنئ الوطن بهذه المناسبة لنؤكد للجميع دعمنا ومعازرتنا لنادي الهلال كونه يمثل رياضتنا وانديتنا السعودية ويمثلنا جميعا كمواطنين سعوديين. نتطلع على الأداء المشابه والذي يعكس مستوى الكرة السعودية، وعلى الرغم من مسؤولياتنا وارتباطاتنا الدراسية إلا أننا لن نتوانى في تلبية نداء الوطن القيام بواجب الدعم والمؤازرة. نمثل الوطن في هذا المحفل الآسيوي حضورا وتشجيعا، حاملين أعلام الوطن على الأرض الأسترالية باسم نادي الشباب. يلا يا شباب. باسم نادي الاتحاد. يلا نتحد. باسم نادي النصر. يلا ننتصر. باسم نادي الأهلي. كل هلي. هدفنا واحد وشعارنا واحد، بالعلم نافسنا وبالرياضة لنا كلمتنا، وعلى الله توكلنا، وإلى سيدني وجهتنا، والأمل بالله ثم بهلالنا تكتمل فرحتنا. وهذا مختصر مشاركتنا من نادي ملبورن السعودي، نرسل أجمل مشاعرنا إلى بلاد التوحيد وطن هلالنا. شد المسيرة أرض الجماهير الغفيرة، كلنا في كل ديرة نهدي للغالي عبيرة.